يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل الكافر يناقش يوم القيامة ويحاسب؟ تعرض عليه أعمال، سمعتم الكلام، تعرض عليه أعماله ويقرر بها ولا ينكرها. وقد ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية، قال إن الكافر لا الكفار لا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، لأنهم لا حسنات لهم، وإنما يقررون بأعمالهم ثم يؤمر بهم إلى النار.